أنا أم يمان، معاون مدير بالدار ومرشدة نفسية. العمل عندنا حاليا بالمناطق المحررة يعني شيء جديد، لسه ما أول عمل كدار أيتام تابع لمؤسسة الأمة. افتتحنا العمل تقريبا من حوالي شهر ونص، وبدأنا باستقبال الأطفال من أسبوع. حاليا عندنا عائلتين، 4 أخوة من عائلة و3 أخوة من عائلة. بدأ العمل تقريبا بانطلاقة تعتبر يعني ممتازة كبداية. الحمد لله دورنا هون يعني كامل. نحن هون عندنا دار مبيت، نتابع الأطفال من الاستيقاظ حتى المبيت. في عندنا كثير أنشطة أثناء العمل. بالبداية ببدأ النشاط اليومي بصلاة الصبح، بصلوا صلاة الصبح وبقعدوا شوي جلسة أذكار، جلسة توعية مع الأستاذ عبد الله. بعدين برجع بناموا شوي، في الساعة 8 عن درس الرياضة. بعد درس الرياضة بنحط لهم فطور، بيفطروا وبيبدأ النشاط اليومي. طبعا اول نشاط عندنا هو النشاط التعليمي تقريبا لمده ساعه ونص او ساعتين. بنتهي النشاط التعليمي ببلش نشاط ترفيهي. طبعا عم نحاول نحن الانشطه الترفيهيه والتعليميه نبتدع يعني اساليب للترفيه واساليب للتعليم بنفس الوقت. طبعا الدعم النفسي حاضر بكل الانشطه، بالتعليم وبالترفيه وبالاستراحات وبغرف الالعاب. الاطفال حاليا عم يعيشوا حياه غير طبيعيه، كل اطفال سوريا نتيجه ظروف الحرب. حاليا نحن عم نحاول نخفف عن اعباء اليتم واعباء الحرب، الظروف، الخوف والرعب والجوع اللي عاشوا. ان شاء الله يعني عم نحاول بكل طاقتنا انه نقدم لهم كل ما يمكن. بحب اشكر كثير مؤسسه الامه على الشيء اللي عم تقدمه الاطفال، يعني ان شاء الله بايدي امينه، والشيء اللي عم يتقدم لهم يعني الحمد لله كانطلاقه الحمد لله يعتبر رائع.